الآن كيف نبدأ الحياة الأبدية هنا على الأرض؟ ده اللي بيسمى مذاقة الملكوت، يعني الواحد يبتدي يدوب الملكوت وهو على الأرض، طبعا بحياة مرتفعة تماما عن الماديات وعن الخطية، وحياة تكون في صلة دائمة بربنا. واحد بيقول كنت في الخطية وقررت اني اتوب، ولكن توجد شهوة معطلة توبتي، فماذا افعل لكي اتوب؟ التوبة معناها نقطة الضعف بالذات اللي عندك هي اللي تسيبها، فلو عملت كل حاجة ما عدا نقطة الضعف دي يبقى ما عملتش حاجة، لأن جايز الشيطان لا يحاربك في كل الخطايا، لكن بيحاربك في خطية واحدة أو اتنين ويكتفي بيهم. فأنت في المكان الذي يحاربك فيه الشيطان لابد أن تنتصر. يعني الشاب الغني مثلا كان بيحفظ كل الوصايا، لكن كان فيه نقطة ضعف واحدة هي محبة المال. الكتاب ما قالش ان عنده حاجات كتيرة، النقطة الضعف الوحيدة دي هي اللي ضيعته فمضى حزين. فأنا عايزك الشهوة اللي منتصر عليك دي انت تنتصر عليها، وتقول مدام هي الشهوة دي هي اللي بتبعدني عن ربنا، مفروض ان انا لا أترك شيء يبعدني عن ربنا مهما كان. فما تفتكرش أن ربنا بياخد بالغالبية، يعني يكون عندك مثلا 20 وصية تكون ماشي في 17 وواقع في 3 وتقول الحسنات يذهبن السيئات. لا، سيئة واحدة ممكن تضيعك، زي ما نقول ثوب نظيف بقعة واحدة ممكن تخليه مش نظيف. فحاول انك انت تنتصر. واحد بيقول أبي، أبوه بالجسد يعني، دائم الحديث مع أصدقائي الذين يأتون لزيارتي في المنزل وهو يتحدث معهم في خصوصيات الآخرين، ياخد أصحابه ويدردش معهم ويكلم كلام، مما جعل أصدقائي ينقطعون عن زيارتي نهائيا، وقد عرفت أخيرا أن السبب هو والدي الذي لا يستطيع أن يصمت. وأنا أخجل كثيرا من أن أنبه أبي إلى مثل هذا الخطأ. ليه؟ جايز يقول لك فلان من أصحابك ما بيجيش ليه؟ قل له لأن القعدة اللي قعدتها المرة اللي فاتت تعب منها من الكلام، وفلان ما جاش لي يقول له برضه القعدة اللي قعدتوها. ولو يشخط فيك ولو يشتمك ولو يزعق لك، لكن تبقى بلغت له الرسالة.
بيقولوا في الوقت نفسه أنا غير قادر على السكوت أمام هذا الوضع، فماذا أفعل؟ هل أكلم أبي أم أسكت؟ لا، كلمه، كلمه. يوناثان كلم أبوه وقال له أنت بتضطهد داود ليه؟ وداود عمل فيك إيه عشان تضطهد؟ وشاول اتضايق من داود، شاول اتضايق من ابن يوناثان وكان هيرميه بسهم ويضربه، لكن زي بعض، لكن وصل له الرسالة. والقديسة دميانة وبخت أباها لأنه أنكر المسيح وخضع لضغوط الحكام، فممكن قوي تقول لوالدك، بس تقولها له بالأسلوب اللي يحتمله، يعني بأسلوب هادي، وتقول له أنا كل أصحابي دلوقتي ما بيجوش البيت لأنهم تعبانين من أنك بتقعد تكلمهم في كذا وكذا وكذا. دي من ناحية والدك. ومن ناحية أصحابك، خلي مواعيدك معاهم ومقابلاتك معاهم خارج البيت، وهم من نفسهم بتقول ما بيجوش. ودي برضو درس للآباء اللي حاضرين الاجتماع، يجوا أصحاب ولادكم في البيت، مش بس الآباء والأمهات، برضه جايز يجي أصحاب بنتها صديقتها تقعد تمسك البنات وتكلمها في الليل، ينفع ولا ما ينفعش؟ واحد بيقول ما هو سبب العدد 7 في السماوات وحتى في الأرض يقولوا 7 أرض؟ وإن كنا نعلم أن أحد الرسل رأى السماء الثالثة وعرفنا أن عدد السماوات، وعرفنا أن عدد السماوات 7. في المسيحية ما بنقولش أن عدد السماوات 7 إطلاقا. العبارة دي تلاقيك سمعتها من حتة تانية. في المسيحية ورد ذكر السماء الثالثة التي صعد إليها بولس الرسول، لعل السماء الأولى هي سماء الطيور والطائرات اللي بتسبح فيها الطائرات والطيور، والسماء الثانية هي الفلك اللي موجود فيه الشمس والكواكب، والسماء الثالثة هي الفردوس اللي تصعد إليها بولس الرسول. لكن الكتاب المقدس قال لنا حاجة اسمها سماء السماوات. سماء السماوات يعني لو كل السماوات دي المادية واعتبرت كأنها أرض يبقى دي السماء بتاعته، وهي السماء اللي قال عليها السيد المسيح في العزة على الجبل: لا تحلفوا بالسماء لأنها كرسي الله. وهي السماء اللي ورد عنها في يوحنا 3:13 في كلام المسيح مع نيقوديموس: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فدي ما حدش طلع لها أبدا، ولا إلي ولا أخنوخ ولا حد أبدا. دي اللي اسمها سماء السماوات. لكن أزيد من كده ما جاتش سيرته أبدا في الكتاب المقدس. لكن العدد 7 بيرمز للكمال، وبيستخدم في أشياء كثيرة خاصة بالكمال. وأنا كلمتكم كتير عن الرقم 7 ونشرت لكم مقالات عن العدد 7، ما فيش داعي نكرر هذا الكلام. أما حكاية مثلا يخفس به 7 أرض، ده كلام عوام، لكن ما فيش 7 أرض، يعني ده كلام عوام، فيش حاجة اسمها 7 أرض دي، يعني يقصد غويط قوي واصل للتحت يعني، لكن ما فيش 7 أرض. واحد بيقول: ذكرت في كتابك الروح القدس أن الروح القدس حل حلول أقنومي مؤقت على السيدة العذراء مريم، أرجو توضيح أكثر في هذا الأمر. والسؤال الثاني: عندما حل الروح القدس على السيدة العذراء، هل طهر أحشائها فقط؟
حيث سيوجد به السيد المسيح أم طهر جسدها كله. طبعا طهر جسدها كله لأن الأحشاء أيضا بتتغذى بالدم، والدم بيجي من القلب، والقلب بياخد أوامر من المخ. يعني الحكاية لازم يكون طهرها كلها. حلول الروح القدس على العذراء، المقصود بكلمة مؤقت يعني حلول أثناء الحبل المقدس فقط، وبقية أيام حياتها عادية. يعني ما فيش حلول أقنوم، ما فيش حلول أقنومي عليها في كل أيام حياتها. الحلول الأقنومي كان أثناء الحبل المقدس لغرضين: لتكوين جسد منها بدون زرع بشر، وأيضا لتقديس مستودعها حتى إن لا يورث منها الخطية الأصلية. دي حكاية مؤقت. وبعد كده بقى الروح القدس عليها مجرد نعمة وليس حلولا أقنومية. واحد بيقول: ما هو علاج الفتور في الصلاة؟ أول حاجة إن إنسان بيجي يصلي من مشاغل العالم مرة واحدة يقف قصاد ربنا. مفيش فترة تمهيدية روحية علشان تمنع فكر العالم من قلبه ومن ذهنه. فنصيحتي علشان الصلاة بتاعتك تكون صلاة روحية كويسة، ما تبتديش من مشاغل العالم الصلاة على طول. اقرأ في الأول كتاب روحي، ترتيلة، أي حاجة كده تمهيد روحي، قراية في الكتاب المقدس، لغاية لما توجد لنفسك جو يختلف عن جو العالم اللي خرجت منه. تاني حاجة، كتير من الفتور ان الانسان بيصلي بدون روح، بدون فكر، بدون تركيز، بدون محبة، او جايز يصلي وهو مشغول بموضوع معين سرحان جوه ذهنه ومش قادر يخرج منه، او جايز محبته لربنا قليلة، او جايز خطية مسيطرة عليه. لكل كده بتيجي نواحي الفتور في الصلاة. عايز تعالج الفتور، تدخل في محبة ربنا، تبعد نفسك عن السرحان، ما تنتقلش انتقال فجائي من مشاغل العالم للصلاة، ومع ذلك قاوم الفتور. الإنسان اللي في حالة توبة صلاته ما بتبقاش فاترة، لكن اللي ما وصلش للتوبة ممكن صلاته تكون فاترة. سؤال: ما معنى في المزامير قوله جيد هو الاعتراف للرب؟ بيقول هل اعترفنا للرب تمحى خطايانا؟ عبارة في المزامير جيد هو الاعتراف للرب مش معناها الاعتراف بالخطية. كتير جدا كلمة الاعتراف للرب في المزامير تعني الاعتراف بفضل ربنا علينا، يعني معناها تشكر ربنا وتعترف بفضل. جيد هو الاعتراف للرب. ومع ذلك حتى الاعتراف بالخطايا في اربع انواع من الاعتراف بالخطايا: تعترف لربنا بالخطية زي ما بنقول في المزمور: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وتعترف للكاهن بالخطية زي قول الكتاب: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. وتعترف بالخطية للشخص اللي انت أخطأت إليه،
تروح تقول له يا فلان انا غلطت في حقك وما تزعلش مني عشان تصلح، وتعترف بينك وبين نفسك انك انت غلطان، لانك لو ما اعترفتش بينك وبين نفسك انك غلطان لا هتروح لربنا تقول له اخطيت، ولا تروح لصاحبك تقول له اخطيت، ولا تروح للكائن تقول له اخطيت. دول اربع انواع، ووجود واحد منهم ما يمنعش الباقيين.